تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلال قطاع الاتصالات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وأوضحت مصادر محلية مطلعة أن الميليشيا اتخذت من قطاع الاتصالات الحكومية والخاصة أداة لجمع الأموال والتجسس على المواطنين واستغلالهم، كما رفعت أسعار خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل لافت، فضلا عن تعمد توقيف الخدمة على مناطق سيطرتها بشكل متكرر. واعتبر خبراء في قطاع تقنية المعلومات بقاء الاتصالات والإنترنت بيد ميليشيا الحوثي مصلحة كبرى لها وخسارة أعظم للشرعية والشعب اليمني في الوقت نفسه، مؤكدين أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات من الناحية الأمنية والعسكرية. معنا عبر الهاتف محمد المحيمدي، مهندس اتصالات، مرحبا بك. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. عزيزي، مساء الخير. قطاع الاتصالات أحد أبرز روافد الميليشيا ووسيلة من وسائل التنصت الحوثي، برأيك إلى متى سيبقى هذا القطاع بيد الميليشيا برأيك؟ في الحقيقة فإن قطاع الاتصالات والإنترنت هو أهم سلاح تستخدمه عصابة الحوثي سواء في الجانب العسكري والأمني أو الاقتصادي. مؤخرا رأينا أن عصابة الحوثي لجأت إلى استخدام هذا القطاع بشكل استخباراتي، حيث أخذت معلومات المشتركين في محافظة مأرب من شركات الاتصالات في صنعاء، وكلفت المخبرين التابعين للعصابة بالتواصل مع هؤلاء الناس والطلب منهم أن يعني يعودوا إلى المناطق التي تحت سيطرتهم أو بأن يعملوا على إثارة الفوضى في مأرب. ولكن وعي المواطنين والأبطال في محافظة مأرب أفسد هذه الخطة، هذا في الجانب الاستخباري. وفضلا عن الجانب الاقتصادي، حيث نعلم جميعا أن قطاع الاتصالات هو أهم مورد مالي لدى عصابة الحوثي، حيث تجني من هذا القطاع العشرات من المليارات شهريا، وتوفر هذه المليارات في التحفيز العسكري والمجهود الحربي لمعركتها ضد الشعب اليمني في مختلف الجبهات. بقاء قطاع الاتصالات والانترنت تحت سيطرة الحوثيين هو مصلحة كبرى للحوثيين، وبالتالي وضرر أكبر على ما الواجب على الحكومة لتجريد الميليشيا من هذه الخدمة؟ تحدثنا عن الواجب أكثر من مرة، وقلنا أن سحب هذا القطاع وحرمان الحوثيين من هذا القطاع وإيراداته وفوائده هو الخطوة التي ينبغي على الحكومة الشرعية أن تعمل عليه، من خلال سحب هذا القطاع إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومن خلال منع الشركات التي في صنعاء من دفع الضرائب والإتاوات لعصابة الحوثي، ويمكن استخدام أكثر من وسيلة الضغط ضد هذه الشركات. يكفي أن نعلم أن شركة هواوي الصينية تمر من المناطق المحررة إلى العاصمة صنعاء والمناطق تحت سيطرة الحوثيين بالأجهزة والمعدات التي تعمل على صيانة الشركات التي تخضع لعصابة الحوثي، كما أن لدينا شركة MTN وتعتبر شركة دولية، ويمكن للحكومة الشرعية أن تخاطب الشركة هذه في جنوب أفريقيا وتطالبها بأن لا تسلم الأموال والضرائب لعصابة الحوثي في صنعاء، فضلا عن معلومات المشتركين التي استخدمها العصابة للإضرار بالمشتركين في مختلف أنحاء اليمن. هناك أكثر من وسيلة ضغط يمكن استخدامها لحرمان قطاع الحرمان الحوثيين من خدمات هذا نعم. القطاع وفوائد هذا القطاع. محمد المحيمد، مهندس اتصالات، شكرا جزيلا لك.